فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا في خلاف مع زوجتي بسبب الأنترنت واستخدامه. يقول: أنا في خلاف مع زوجتي بسبب الأنترنت واستخدامه، فأنا أخاف عليها من شره ومضاره، وهي تريد استخدامه في التواصل مع زميلاتها، وتقول إنني بذلك لا أثق فيها إذا منعتها منه. ما نصيحتكم لي ولها في هذا؟ امنعها من ذلك، أنت القيم عليها وأنت المسؤول عنها، والبيت بيتك، امنعها من هذا، ولا تلن معها في هذا، لأن هذا الوسيلة تصلون به ويحصل شر ويحصل بلاء مع النساء ومع البنات، هذه وسيلة شر، امنعها منها. القوامة لك عليها، القوامة لك عليها، الرجال قوامون على النساء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.